شلي عندك يا ابو منصور؟ بيض الله وجهك يا ابو حمد. طالعين نبات ولقينا الاجمل من النبات. اقرب يا ابو منصور. لقينا اشجار. هذه وش هذه؟ هذه الوبنه. وبنه الشجره. وبنه الشجره. لكن حصات هذه. حصلنا الله الله حصلنا جذع شجره متحجر والله عظيم. وتو باقي على التحجر. طبعا التحجر هذا يتكلمون عن ملايين السنين. ايش دلاله عليه؟ دليل ان المملكه كانت او جزيره العرب كانت مروجه الخضراء. طبعا هذه يدل على وجود غابات عظيمه، يعني الشجره شوف عظمتها، شوف ضخامتها، شوف الاكسده حقتها. والله بيض الله وجهك يا ابو حمد. ان شاء الله صدفته الطيبه. لكن ترى يصل الى ملايين السنين التحجر، يصل الى 250 من 160 ل 50 مليون سنه الى 250 مليون سنه. يعني هالاحجار هذه، الاحجار هذه يدل على انك يعني هذه دلاله على تاريخ معين. لكن ما هو له قيمه، هالحجر ما له قيمه. لا الحجر ما له قيمه الا تاريخ. كأثبات. كتاريخ. كأثبات. فاللي يلقى مثل هالاحجار هذه المفروض انه يخليها مكانه. يخليها مكانه، لا يقربه، ما رايح نلمس منه شيء. يعني عظمته، شوف كأنه القشر، شوف كيف يا ابو حمد. مد ايدك يا ابو منصور عشان المساحه. المساحه هي طويله، شوف هناها يعني جذع. خلني اقول لك يا ابو حمد، دقيقه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 اللي منقص من 11. يعني هذا جذع متحجر مندفن جزء منه. مندفن هنا، لكن جميل جدا على طبيعته. الله يعطيك العافيه. الله يبيض وجهك يا ابو حماد.